مرحبا بكم، نقدم لكم في هذا الفيديو ترتيب الدول حسب معدل الجريمة ومؤشر الأمان، وذلك حسب موقع نامبيو المتخصص. التقرير يشمل 146 دولة مصنفة من الأقل خطورة أو الأكثر أمان إلى الأكثر خطورة أو الأقل أمان. قبل البدء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. Thank you.
شكرا لكم على المشاهدة. شاهد المزيد من الفيديوهات في القائمة الظاهرة أمامك. إلى اللقاء.